طاجين العشر دقائق، فكك الوحايل، طاجين ديال هادوك المعكازين. عندك شوية سوسيس، اجي نحضروه بهاد الطريقة، ما غتشبعوش منه، سريع وبزاف بنين. لهذا سيداتي تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارتاج علاش لا، باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا تتصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا الطويجين، ممكن تخدموا في الطويجين او في المقله بشكل عادي، ولكن الطاجين كيعطيها واحد اللذه. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا حبه بصل واحده اللي قطعناها لشرائح يكونوا رقاقين، باش ما تاخذش لينا وقت بزاف في الطياب، لانها الطويجين ديالنا ما كيفوتش 10 ديال الدقائق، ها هو حاضر ناضر. عندي هنايا السوسيس او المرقاز او سواسيسو، كل واحد واش كيسميه، او النقانق. عندي هنا واحد الكميه لا باس بها، وانتم غتخدموا بالكميه اللي غادي تحتاجوها. كنوضعوا على النار اللي تكون مرتفعه، مره كنحركوا ونغطيو عليه بدون اي اضافه، ما درنا لا زيت لا ملح لا عطريه، مره كنحركوه. عندي هنايا تقريبا واحد 3 د الحبات ديال البطاطا، وانتم لكم الاختيار في البطاطا وفي الكميه ديال السوسيس. اكيد عندي 3 حبات البطاطا اللي كنقطعهم لدوائر او شرائح اللي يكونوا رقاق، ممكن نقطعهم لدوائر، ممكن نقطعهم المكعبات يكونوا صغارين باش ما ياخذوش لينا اكيد الوقت في الطياب. كيف ما كتشاهدوا معايا الطويجين ديالنا درناه يتشحر على نار اللي تكون مرتفعه، ومره نحركو ونخليوه مغطي. كنجيو هنايا نحطرو التتبيله ديالنا، كالتالي كناخذ هنايا واحد زليفه او واحد الاناء، وكنديروا نصف ملعقه من كل من ابزار، سكينجبير، وخرقوم، وتحميره، والملح تيبقى حسب الذوق. كذلك كنديروا هنايا شويه ديال القزبر معدنوس، ممكن ديروا حتى فص من الثوم، انا ما درتش هنايا الثومه، وانتم لكم الاختيار. عندي كذلك ملعقه صغيره مملوءه جيدا من صلصه الطماطم الجاهزه، اي مطيشه ديال الحب. عندي كذلك تقريبا واحد 3 ديال المعلقات ديال الزيت فقط، لان كما كنعرفوا الصوصيص ديالنا راه كيطلق الليدام ديالو. كنمزج الكل جيدا بواحد نص كاس ديال الماء فقط. من بعد ما كنوجد التتبيله ديالي وكنقطع البطيطة ديالي، كتكون داك البصيله تشحرت وتعلكات وتيدمات مزيان مع داك الصوصيص اللي درنا. كيف ما كتشاهدوا معايا ما نحرقوش البصله ديالنا، غير كتعلك لينا مزيان. كنحيدوا داك الصوصيص، وكنزيدوا هنايا حبه طماطم واحده بالقشره ديالها اللي قطعناها شرائح او دوائر، كنديرها في مع البصله. وكذلك كندير هنايا كنستف البطيطه ديالنا كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، ونتمنى الفيديو راه موضح نفسه بنفسه، يعني وجبه على السريع. كنرجع داك الصوصيص كنستفو على هذه الطريقه هذه، ممكن نقطعوه، ولكن الا بغينا نقطعوه طريطفات حتى كيطيب لينا الطيبه الاولى، عاد كنقطعوه، ما نقطعوش وهو باقي خضر كيبقى يتفتت لينا. كيف ما كتشاهدوا معايا استفت هنايا الصوصيص، وزدت واحد طريطفات ديال مطيشه اي الطماطم، وكنصبو هنايا هاد العطريه ديالنا اهو هاد لاصوص اللي غطيب فيه هاد البطيطه وهاد الطويجين، يعني نص كاس الماء راه كافي، لان البصيله ديالنا وهاد المطيشه اللي درنا من الفوق ومن التحت حتى هي مازال غتطلق لينا المريقه فاش غيطيب لينا هاد الطويجين. كندير هنايا هاد لاصوص ديالي، وكنغطي على الطويجين ديالنا، وكنقصو المهل، يعني كنخليوه ما بين وبين، يعني ما كنجهدوش النار وما كنقصوش عليه يعني حتى لافا. كدوز تقريبا واحد 6 ديال الدقائق راه كيكون طلعات فيه الغليه والبطيطه ديالنا هي طابت، نخليوه غير ينشف لينا يعني على حسب المريقه اللي بغينا. كندير هنايا شويه ديال الزيتون، شي زويتنات، طريطفه ديال الحام بنصير لكم الاختيار في التزيين ديالو في الاضافات. وكذلك كندير واحد رشيشه ديال القزبر معدنوس قصصتو وبقى ليا ما كاينلاش نضيعوه، درناه من الفوق. كيف ما كتشاهدوا معايا الطويجين ديالنا ديال المرقاز او ديال السوسيس ساهل وسريع، وديال المعاكيز يعني خفن زربان كنحضروه وغير مكلف، وبالنسبه للناس اللي كيتشهاو التغماس وكيعكزوا على الطويجنات. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو الطويجين ديالنا، كيجي من اروع ما يكون. عندك شويه ديال السوسيس اجي جربيه بهذه الطريقه. اون فوا كنسمعوا السوسيس كنديروا اما مقلي ام اما مشوي او في لي ساندويتش، جربيه طويجين كيجي رائع جدا، كيجي هذا الطويجين ديالنا خاطر وبنين كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، مش هيتكم فيه.
هذا هو فكك الوحايل زربانه، وما عندكش الوقت غتحضري هذا جربيه وعلى حسابي. كنشكركم المتابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه السوارية. وما تنسوناش من لايكات ديالكم والى اللقاء.